الساحر المغربي حكيم زياش يفاجئ سيدات المغرب برسالة تاريخية بعد الفوز الكبير والعظيم على منتخب كوريا الجنوبية في مونديال السيدات. ولكن قبل الدخول في التفاصيل عزيزي المتابع الجميل، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. نشر النجم المغربي حكيم زياش عبر حسابه الرسمي على انستجرام رسالة موجهة حديثه إلى سيدات المنتخب المغربي، وأكد حكيم زياش أنه يهنئ سيدات المنتخب المغربي والجهاز الفني بالفوز الكبير على منتخب كوريا الجنوبية. وتابع زياش في رسالته حيث قال: أهنئ المنتخب المغربي للسيدات كأول منتخب عربي يفوز في مباراة في كأس العالم، أتمنى لهم مزيد من التوفيق، ما زالت الرحلة مستمرة ونحن نثق بسيدات المغرب في تشريف الكرة المغربية وفي تشريف الكرة العربية بإنجاز تاريخي كما فعلناه نحن المنتخب المغربي للرجال في كأس العالم الأخير بقطر. واختتم حكيم زياش رسالته مؤكدا أن مباراة كوريا الجنوبية كانت مباراة مثالية خالية من الأخطاء بالنسبة للاعبي المنتخب المغربي وأيضا بالنسبة للجهاز الفني.